اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. واغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بنصرك إنك أنت القوي العزيز. اللهم انصرهم وأيدهم في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم في فلسطين وفي غزة وفي الشيشان. اللهم انصرهم في العراق وفي الصومال إنك أنت القوي العزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وانصر عبادك الموحدين. يا الله أنت القوي ولا حول ولا قوة إلا بك. يا الله عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم ار إخواننا المستضعفين في باكستان. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم واغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الكريم. يا الله برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الله أكبر